اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطيه الخاصه. النهارده اليوم السابع قدم عدد خاص ضخم وتاريخي الحقيقه في نسخته الورقيه تحت عنوان الرئيس سيره قائد ومسيره وطن. رصد فيه مسيره مصر والانجازات اللي تحققت تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها الى انجازات ملموسه على ارض الواقع من خلال المشروعات القوميه والاستثمارات التي تم. خلونا نستعرض مع حضراتكم ابرز ما جاء في العدد التاريخي لليوم السابع ونعرف تفاصيل اكتر من محتوى العدد واهم الملفات اللي تضمنها مع الكاتب الصحفي كامل كامل مسؤول الملف السياسي باليوم السابع. اهلا بيك يا كامل ومنورنا. اهلا بيك يا استاذ احمد وتحياتي للساده المشاهدين ومنصه فريق تلفزيون اليوم السابع. تحياتنا ليك. وفي البدايه، كيف استثمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبيته لصالح الوطن من واقع طبعا العدد اللي احنا شهدناه النهارده في صباح طبعا من جريده اليوم السابع؟ خلينا اكلمك بشكل عام عن صفحات اليوم السابع النهارده اللي جت بعنوان رئيس قائد مسيره وطن. العدد تكون من 16 صفحه من الالف للياء عن الدوله المصريه بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قدمنا ماده صحفيه دسمه ولكنها معموله بطريقه مبسطه على القارئ. ممكن نقول ان احنا مقدمين في العدد ده هديه للقارئ بحيث ان هو يتعرف على حجم التحديات اللي واجهتها الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. توظيم في العدد بالارقام اهم ما تم تحقيقه في جميع المجالات سواء الصحفيه الطرق والنقل، وكمان توظيم حجم الانجازات اللي في المجال الزراعي والجانب العمراني. كمان اهم الموضوعات اللي احنا عاملينها عاملين واخدين رئيس عبد الفتاح السيسي من الجانب الانساني وواخدين فيها حجم زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها الاسر المصريه من اسكندريه لاسوان. بخصوص بقى الموضوع اللي هو الخاص به، كيف استثمر رئيس عبد الفتاح السيسي شعبيته لاعاده بناء الوطن والتمسك الوطني لاعاده البناء والتمسك الوطني. هو الرئيس نفسه قال في اظن في المؤتمر الاقتصادي ان احنا كان في الدوله المصريه بتواجه كانت محتاجه قرارات مصيريه. القرارات دي تاخرت لعقود. هو قال ان انا استثمرت شعبيتي بعد 30 يونيو لاتخاذ هذه القرارات. ابرز القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث يعني قبل بقبول من الشعب المصري بخصوص لان الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبيه خاصه، راجل يتمتع بزعامه وكاريزما. من الحاجات اللي اصدرها طبعا قرارات الاصلاح الاقتصادي، ودي كانت لها انعكاس على كل مواطن مصري. فطبعا ده قرار زي دوت لو رجعنا للعهود الماضيه تم اتخاذ القرارات دي، لكن انعكست على الشعب بحاله وقدرت السياسيه رجعت في القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014. واحنا بنتكلم في العالم بيشهد فيه ازمات اقتصاديه طاحنه نتيجه طبعا الاحداث المتواليه اللي بدات مع كورونا ثم طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تلاها من احداث اثرت على اقتصاد العالم كله. اقتصادات دول كبرى اصبحت تعاني في الوقت الحالي بسبب هذه الازمات. بالظبط. لكن دوت خليني اقول لك ان التاثير ده سواء على الناحيه يعني انعكس على كل دول العالم، لكن في الدوله المصريه طبعا الانعكاس ظاهر، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بيقول بذلك وكل القيادات بتعترف بذلك. لكن خد بالك في قرارات كثيره خدها الرئيس عبد الفتاح السيسي واحنا قصدناها في الملف اللي احنا عاملينه امام حضراتكم دوت، من زيادات العلاوه الاجتماعيه. خد بالك ما فيش رئيس دوله خد زيادات علاوه زي الدوله المصريه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتكررت اكثر من 6 7 مرات. خليني كده افتح معاك مثلا في الصفحه اللي هي احنا مطرح ما يمشي يفتح النور. عاوزين في الصفحتين دول زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا حاطينها تحت عنوان جابر الخواطر امتدت من اسكندريه لاسوان. مأكدين في يعني رازين في الصفحات دي ان كيف كان يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، ازاي يدخل مواطنهم، ازاي بيتناول الطعام معاهم. الرئيس عمل على فكره اكثر من 50 جوله ميدانيه في كل المحافظات، والصعيد يحظى بالنصيب الاكبر بعد عقود من التهجير.
والجميل كمان يا كامل في هذا الملف تحديدا ان هو مدعم بارقام واحصائيات بتتكلم بلغه الارقام. يعني احنا بعض الناس ممكن تقول ان الكلام ده كلام مرسل ملوش اساس من الصحه، ولكن لما يكون مدعم باحصائيات وارقام زي اللي انا شايفها قدامي في عدد اليوم السابع في الملف تحديدا اللي انت بتتكلم فيه، فبيصبح الامر منتهي. اتفق معاك احنا فعلا واخدين كل حاجه بالارقام ومن دفاتر رسميه، بحيث ان احنا فعلا زي ما سيادتك بتقول كده ما نقولش كلام مرسل ولا نقول كلام غير مدعم بالارقام، بل احنا مدعمينه بالارقام والاحصائيات. خلينا اقول لك ان انا النهارده تلقيت بعض الشهادات من بعض القوى السياسيه، يعني النائبه فريده الشباشي بلغتني معاك يا كامل اتفضل. بلغتني باعجابها الشديد جدا بالعدد الورقي اليوم السابع النهارده، وصفته لي وقالت لي يا كامل انتوا عاملين وثيقه تاريخيه للاجيال الحاليه والاجيال القادمه تتضمن انجازات الدوله المصريه في عهد الرئيس عبد الحفيظ. الكلام طبعا اسعدني، واتمنى ان كل القراء يحتفظوا بهذا العدد. زي ما النائبه فريده الشباشي قالت ان ده وثيقه تاريخيه فعلا، يعني بذلين فيه مجهود عظيم عظيم عظيم. هو الحقيقه العدد مليان بالملفات والتقارير اللي اتكلمت في كل حاجه، يعني اعاده الاعتبار للمهمشين، واتكلمت ايضا عن حارس خزائن الامجاد والاحلام تتنفس سواء مصر، ما سابتش ملف الا لما اتكلمت فيه. ولكن انا عاوز اتكلم معاك في جزئيه مهمه متعلقه بلغه الحوار والتواصل مع الشعب. يعني ازاي السيد الرئيس قدر خلال السنوات الماضيه من فتره رئاسته ان هو يتواصل مع الشعب ويتواصل مع مختلف فئات المجتمع؟ دوت ممكن احنا رازينه في العدد اللي احنا عاملينه النهارده بالصور، ازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، يعني كان بيدخل بيوت المواطنين العاديين سواء في اسوان، اسيوط، الاقصر، المنيا، دمياط، الفيوم، الوادي الجديد، كفر الشيخ، مطروح، الايوبيه. هنا خد بالك احنا لو استعرضت صفحات اليوم السابع امام الساده المشاهدين، ازاي الرئيس قاعد مع الناس على 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 بيفطر معاهم فول وطعميه. يعني ضمن الحاجات اللي احنا مش اللي احنا رزينا برضو زيارته في اسوان وتفقده للمناطق المتضرره من السيول لو انت تفتكر، وهناك وجه ب 500 شقه للسكان، وقال للناس كده قال لهم ده من خير بلدكم. وساعتها زوجة صاحب المنزل عبرت عن سعادتها بزيارة الرئيس السيسي لمنزلها، وقالت له كاحت انوار، يعني قالت له كلمة تلقائية، كاحت انوار البهجة والسرور بفضل الله وفضلك في قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع، ولا ينقصنا الان اي شيء بعد زيارتك يا سيادة الرئيس. الله، حقيقي كلام الكلام طالع من القلب بالظبط، ودي ده المميز فيه، ان هو الكلام لما بيطلع من القلب بيبقى بعيد عن اي مصالح او اهواء شخصية. حقيقة الأمر إن زيارات السيد الرئيس في مختلف المحافظات كان ليها صدى كبير، وكان أهم أو من أهم الزيارات الأخيرة كانت زيارته لمحافظة بني سويف أثناء افتتاح مجموعة من المشروعات، واللي شفناه أيضا من استقبال عدد من المواطنين للسيد الرئيس في منزلهم، وبعضهم إداله الهدية كانت عبارة عن سبحة، هدية رمزية ولكنها بتحمل معاني كبيرة جدا جدا. الزميل والكاتب الصحفي كامل كامل، أنا بشكرك الحقيقة شكرا جزيلا على وجودك معانا تلفزيون الجيزة. تحياتي لكم السادة المشاهدين، شكرا لك. شكرا لك. الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، وانتظرونا في تغطية جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.